قلت بيان هذا نديرو في لابلاك اها في الميكرووند. الطابله كي تعود زعما شتي كي نقلو كلش تعود مزيته فابوريزي روعه، سي فغي نحي الغبينه روعه. هيا في لاكيس، هادو هما المشتريات ديال اختكم بشرى اليوم. البنات خديت هاد السوانير مهمتي واخيرا واخيرا جابوهم في اكسيون. خديت هاد البرودوي العجيب الغريب البنات، هذا اللي ضروري طيروا الاكسيون البنات تاخذوا، راه كلشي شارحه لكم في الفيديو. خديت هاد جيل اوليفيغا زوينه البنات، هذا على حساب الشعر، الماسكارا اللي ما كنستغناش عليها، والفوندو طال خطيره البنات اللي داير ضجه كبيره يا البنات. كلشي كلشي غتشوفوه في هاد الفيديو هذا. البنات الشكل ديال هاد لي لومب هادو جاب لكم البنات اكسيون، لي لومب ديال مراكش. هانتوما الاخوات، لي لومب ديال مراكش البنات، ريحه البلاد عرفتي كيجيو غزالين. الديزاين ديالهم عربي 100%، شي حاجه واعره يا البنات. وفيهم ثلاثه ديال اللوينات، واحسن حاجه يا البنات وكيخدموا غير بالطاقه الشمسيه البنات، كيشعلوا غير بالطاقه الشمسيه. والله القسم البنات ما ندمت عليها. هاد الشوايه هادي شي حاجه واعره، كندير فيها القتبان، كندير فيها الحوت، كندير فيها اللحم، كندير فيها اي حاجه، كتشوي مزيانه البنات. عرفتي راه فيها 1200 واط، واحسن حاجه ننصحكم بها خذوا هاد الشبيكه هادي من اكسيون، دايره غير اورو 17، مقطعها على حساب الشوايه ديالي، وابخي كتبقى لي البنات الشوايه نقيه، كنغسل غير هاد الشبيكه هادي. سريعوا اكسيو جيب لكم الجديد ديال لابال، ديكوفر كادو يا الاخوات، عرفتي واعرين واعرين. شوف هذا الموديل هذا كيجيو فيه البنات سبعه ديال لي بياس، سبعه فيه جيل دوش الكريم شامبوان، سبعه البنات ديال لي بياس ب 4.59 البنات، 4.59. ديال الاسئله على هاد الزوينيات هادو، واش اختي بشرى حطوهم في اكسيون؟ عرفتوا يا البنات حطوهم بكميه كثيره يا الاخوات، ما شاء الله. جيبي لكم اواني راقيه اخواتي على حساب رمضان وحتى على حساب العيد. ولعب وحده بوحده ما تزيدي عليه والو، ماهوش غالي خير ملي تحيتي هذاك لي برودوي غالي. وهذا في فابوريزاتور وتفيد فابوريزاتور، تقعد لك ريحه السيترون في الدار روعه. تحبي ميم تسيقي به، تشفي به حتى الارضيه، الارضيه. واللي عنده كارشير اللي ديري فيه البرودوي هذا روعه، سي فغي هذا. شوف كبيره يا البنات هذا الفوندو طا اللي جاوا لكم في اكسيون، عرفتي كلشي كيتكلم عليه، شي حاجه زوينه يا الاخوات. فيه النمره واحد والنمره جوج والنمره ثلاثه الاخوات، عرفتي كيرد لك الوجه ديالك صافي صافي يا الاخوات، كتبقى لا مارك ديال نيفيا. وشوفوا لي الثمن ديالو البنات، 4.95 البنات. هذا الميكروند هذه البنات راه ميكروند فران، لا مارك ديال سامسونج، كدير لك كلشي يا البنات، عرفتي كدير لك كلشي. هانتوما يا البنات لا مارك ديال سامسونج. البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير بالف صحه وبالف عافيه. خصكم بشرى جات الاكسيو ديال طرار، عرفتي الاخوات ما شاء الله ما شاء الله، درت جوله وعرفت شنو كاين، كاين واحد لاغيفاج، كاين واحد الجديد ديال لابال. ولكن اول حاجه بغيت نبدا لكم من هنا، عرفتي عجبتني البنات واحد الحاجه شحال هادي وانا كنتسنى فيها، هما هاد الصوينيات هادو يا البنات اللي داروا ليهم الروتور. بزاف د الاخوات كانوا كيرسلوا لي ميساجات وكيسولوني عليهم البنات، بشرى واش ما حطوا الصوينيات؟ واخيرا واخيرا والله القسم البنات كنت بارطاجيتو معكم وكنشافتو من الوالده، وقالت لي بشرى تديرو رسلي ليا شي وحيده، عجبوها عجبوها. عرفتي ما تلاوش البنات حطوهم، والله ما تلاو حطوهم. عرفتي الصاك ديال اختي راه باقي ما مشاش، والله البنات الا باقي ما مشى، كنتسنى في السيد مع قال لي غادي يجي ومازال ما جاش البنات. المهم وهذه فرصه اختي، قال لي كلتو خيره فيها خيره، غناخذ لها هذا الموديل هذا. حيت البنات راه فيهم ديزاين، كاين هذا الديزاين هذا وكاين بزاف ديال الديزاين، كاين حتى هذا الموديل هذا شي، واخا هما سواني سواني ولكن كله الاختلاف في الزواقه. عجبني هذا الموديل هذا، ما غنقول لها والو ولكن غتشوف الفيديو، غنديروا ليها في الصاك مفاجاه يا البنات. شوفوا ليا الثمن ديالو 7.95 البنات، داروا ليهم الروتوري. الا كنتو انتغيسو انتغيسي طيروا اختي الاكسيو. ها اللي بغيت نوريكم اختي ومع المتتبعات ديالي، مرحبا بكم اختي عاد البريري ديالاتي. والله غير مانيفيك، والله ديري هكا هكا ديري فيهم زم شباكيه تمر بغرير، لا بغرير صغار صاحبتي، سي حنا كتعود بغرير صغيره، لي ميني بغرير، لي ميني بغرير يعني وي شباكيه ميني
وحرشه ولا اي حاجه، وهنا اختي ديري واحد البريريد مع كويسات ديال اتاي، والله غير مانيفيك البنات مانيفيك. كاين موديلات عرفتي غزالين البنات وباثمنه رخيصه. هاد الديكور هذا شوفوا كي جاجا زوين عجبني، بحال دابا ديروا هكا هنايا ديروا شباكيه، هنا ديروا بريواج، هنا ديروا لي سيجار، ديروا تمر، عرفتي كتجي هكا حطيطه غزاله يا الاخوات. يعني كنحاول هكا نعطيكم افكار البنات يعني بسيطه واثمنه رخيصه. اختي تقدي الطبيله ديالك هكا للعيد لرمضان فنين يا البنات. هادو لقيتهم حاطينهم ما شاء الله بكونتيتي كثيره يا الاخوات. شوفوا ليا راه ماشي جوج الاورو البنات 28 غير غالطه، راه الثمن ديالهم 3 اورو شي حاجه البنات، كيبقاو زوينين وثمن مناسب. جديده ديال اكسو يا البنات، لاول اول مره كنلقى هاد ليطاجي هذا البنات، جابوه لكم اختي في وقته. هذا اختي وجدي لي الحليوه ديال العيد، هذا اختي تحطي فيه الحليوه ديال العيد شي حاجه واعره يا البنات. كيجيو فيها هكا ثلاثه ديال ليطاجات، يعني هكا تقدري ديري البنات هنا ديري زميطه سلو، هنا ديري شباكيه، هنا ديري تمر، ديري حلوه، تقدري ديري اي حاجه يا البنات، بيتزات اي حاجه شي حاجه زوينه. الثمن ديالو الاخوات 4.35 اورو، فيه ثلاثة ديال ليطاجات. شحال عجبوني عجبوني هاد الزليفات هادو البنات. كيجي اختي الباك فيه جوج البنات، شفتو جوج ديال الزليفات، ها هي وحده وهي جات. هادو البنات راه ماشي ديال الحريره، ماشي اختي ديال الحريره، اول مره كنلقاهم البنات هنا في اكسيون. هادو اختي سبيسيالمون ديال الفران، هادو اختي كتدخليهم للفران تيطيبوا في الفران البنات. هادو ديري فيهم اي حاجه فهمتوا الاخوات، وهادو تقدري البنات ديريهم هكا تا فلان، تقدري دير فيهم هكا فلان ديال الروز فهمتوا البنات. كيجيو اختي جوج ديال لي بياس الكاليتي طوب البنات، لا مارك ديال رويال. وشوفي لي اختي الثمن ديالهم اورو 99 البنات. كاين حتى هاد لي بلا هادو ديال الفران هادو اللي كيبقاو زوينين البنات، راه واحد الكاليتي غزال البنات. قلبوا عليها سيغ انترنيت وغتعرفوا البنات هاد لا مارك اللي جاب لكم اكسيو هاد الايام، راه فلوسهم حلال البنات، راه رخاص رخاص. كيجيو هاد الليمون هادو اختي ديري فيه غاطا، ديري فيه اي حاجه للفران، ديري له 3.49 اورو. كاين هاد الموديل هذا، كاين حتى هاد الستيل هذا اللي كان سبق ليا بارطاجيته معاكم. هادو البنات كيجيو ميطال، هذاك اللي بارطاجيت معاكم لا ما كيجيش ميطال، وهادو كيجيو ميطال. هادو ثلاثه البنات كيجيو ثلاثه ديال لي بياس اختي على هاد الشكل هذا، ثلاثه ديال لي بياس. كيجي بلا كبير كبير الله سبحانه وتعالى، وكيجيو هادو جوج فهمتوا، يعني ثلاثه ديال لي بياس الثمن ديالهم اختي 7.95 اورو. عرفتي راه ما شاء الله جايب لكم اواني راقيه. كاين البنات حتى هاد الكسرونات هادو اللي كينفعونا بزاف، كتبغي هكا تصايبي صوص طوماط بيشاميل، تبغي تصايبي اي حاجه فهمتوا، اي حاجه اي حاجه يا البنات. هاد الكسرونات كيليقوا كينفعونا وفيهم اللوينات البنات، كيجيو غارقين عاطين الغرق. هادو اللي الثمن ديالهم البنات 4.95 اورو، وجايبين لكم اختي حتى المقيلات ديالهم، يعني السربيس ولكن البنات كاليتي غزاله، كاليتي البنات غزاله. واللي كتجي ديال السيليكون اللي انتريسي الاخوات والله غير خذوهم لحقيتاش ابخي تقدري ما تلقيهمش اختي. شوفي كتاخذي الكسر المقله نوار، كتاخذي ليها هذه الكسرون تاع نوار، كتاخذي المقله غوج، كتاخذي ليها هكا اختي داكشي يكون اونسومبل. شوف البنات والله الا شي حاجه زوينه يا البنات، راه ماشي بزاف هذا باش جابوهم لكم اختي في اكسيون. نبارطاجي معكم واحد الحاجه والله الا هي المتتبعه ديالي امال تحيه ليها جزائريه خوه خوه، قالت لي بشرى هضري هذا على البنات. هذا شنو كدير؟ هذا نديرو في لاكلاك في الميكرووند. الطابله كتعود زعما شتي كينقلو كلش تعود مزيته فابوريزي روعه، سي فغي غبينه روعه. قالت لي هذا بارطاجي وماشي غالي، قالت لي هذا بشرى بارطاجي، سي فغي احسن من هذا، خير من هذا، سي فغي كنا ندو هذا مي هذا خير. قالت لي شوف كنت كنستعمل هذا الاخوات، قالت لي ولكن ما زوينش، قالت لي هذا بشرى بارطاجيه مع البنات والله الا هما كيجيو كياخذوه. قالت لي زوين بزاف هذا على حسب الكغا البنات، تسم شي حاجه واعره اللي الثمن ديالها اورو 28. هذا البنات هذا علاش قلتي لي كنستعملوا باش نمسح به الطابله كيما كنرفد المواعن. وي كديري فيك شبشت هذيك، وي كديروا كديروا البنات في شي قرعه بحال هذا الشكل هذا، فليش فليش كتكون خاويه، كديري هذا وكتزيدي معاه الماء ولا بوحدو بوحدو ما تزيدي عليه والو. ماهوش غالي خير ملي تحيتي هذاك لي برودوي غالي. وي وهذوك فابوريزاتور وتفابوريزي تقعد لك ريحه السيترون في الدار روعه، تحبي ميم تسيقي به تجفي به حتى الارضيه الارضيه. واللي عنده كارشير اللي ديري فيه البرودوي هذا روعه، سي فغي هذا افيكاس. شوف قالت لي والله اختي بشرى الا احسن ما جربت في اكسيو. هانتوما البنات سمعتوهم والله الا متتبعات ديالي تحيه لهم اخواتي، قالت لي واعر. شوفوا لي البنات الثمن ديالو راه غير 83 سنتيم.
اخر ما كاين في اكسيو يا الاخوات، لاول مره كنلقاهم البنات جاب لكم اكسيو ريحه البلاد. اختي ريحه البلاد، شوفوا لي اختي، قراو لي قراو لي، واش مراكش ولا ماشي مراكش؟ البنات جاب لكم لي لومبارتي ديال مراكش. هاتي اختي بلا ما تسافري جيت تشمي ريحه بلادك. اختي شوفوا لي البنات، جايب لكم اختي هاد لي لومب هادو البنات، ديزاين ديالنا حنا اختي، ديزاين عربي، فهمتوا البنات؟ شي حاجه زوينه، واللوينات ديالهم بثلاثه اختي غزالين. كاين هاد الخضيضر هذا اللي كيجي من الداخل ديالو دوغي، البنات شوفوا الديزاين كيدير من الداخل ديالو دوغي، وكاين حتى النوار الداخل ديالو دوغي، فهمتوا البنات؟ باش اعطي واحد الجماليه غزاله يا البنات. وكاين هاد الدوغي يا البنات لاول مره اختي كنلقى. هانتوما يا البنات مراكش مراكش، ما عرفتش عندي اختي شي متتبعات من مراكش، اللي مراكش يكتب لي انا تبان معانا. المهم زوينين، واحسن حاجه البنات ما كيخدموا لا بحجر لا بتا شي حاجه اختي، كما تخسر عليهم فليساتك اختي، غير هما كيشعلوا الرسوم بالطاقه الشمسيه البنات. هانتوما كيخدموا لكم بالطاقه الشمسيه، والله الاخوات الا عجبوني. شوفي لي اختي الشكل ديالها كي تيجي، هانتوما البنات الشكل ديالها كيجي واعر واعر يا البنات، اخر ما كاين في اكسيون فيهم البنات. حتى النوار شوف البنات النوار ديالها كي تيجي حتى هو عرفتي غزالين ما شاء الله. البنات مراكش اختي مراكش، يلا مراكش جوج بلايص جوج بلايص. البنات 7 أورو 7 4 أو 5 شحال هذا يا البنات، وكانوا قطعوها، واليوم اختي داروا ليها الروتور. هاد البلانشه هادي يا البنات، هادي راه شوايه، هادي اختي شوايه كتشوي فيها لحم، تشوي فيها خضره، تشوي فيها حوت، شي حاجه واعره يا البنات. الكتريك اختي شوفوا لي يا البنات، فيها 1200 واط البنات، 1200 واط، فيها 38 على 5 20 سنتيمتر البنات. شوفوا لي 19 أورو 95 البنات، 19 أورو 95 البنات. هذه ديري فيها قطبان، ديري فيها يعني كيف كتعرفوا دابا حنا ما نقدروش نشعلوا اختي مجمر، فهمتوا البنات؟ قليل الناس اللي كيقدروا يشعلوا الفخر البنات، فهمتوا؟ يعني هذه كتجي بحال الشكل ديال المجمر البنات، غير هذه الكتريك، شي حاجه زوينه والله البنات. انا اللي عندي كندير فيها قطبان، كندير فيها اي حاجه البنات، شوية دير فيها اي حاجه البنات، حوت زوينه، فلوسها حلال البنات. 19 أورو 95 اختي دابا مع ما شاء الله يا اختي، راه قال لك راه غير كيمشي اختي العيد، كيمشي رمضان بالسلامه، راه اختي راه الايام غاديه طايره، كيجي اختي العيد الكبير. ها هو اختي اكسيو جاب لكم اختي لاغيفاج ديال العيد الكبير البنات، لاغيفاج جيب لكم اختي. ها انتم المجمر، المجمر اختي شي حاجه زوينه، هذا المجمر زوين يا البنات. هذا اختي كيجي هكا بالرجيلات، كديري فيه الفخر البنات، وكتجي فيه هاد الشوايه هادي هنا، كتشوي فيه خضره، تشوي فيه كفته، اي حاجه يا البنات. مجمر اختي ديال الفخر جيبوا لكم البنات ب 8 أورو 95. عرفتي البنات كانوا حطوه ديك الايامات ديال العيد، عرفتي راه كانوا كيطيروا يا البنات فاكسيو. دابا اختي ها هو محطوط بكونتي تكتيره، ولا بغيتي اختي طيري مجمر، وجايب لك اختي حتى مجمر. ها هو المجمر اختي التقليدي ديال الفخر، كاين حتى هذا الديزاين هذا، شوف البنات كيجي على هذا الشكل هذا اختي، المجمر ديال الفخر. شوف الاخوات الثمن ديالو 14 أورو 95، الستيل ديالو زوين، ولكن بيني وبينكم انا نفضل هذا بالنسبه للفخر الاخوات. هذا 8 أورو 95 وكيبقى ارخص البنات. حاط لكم اختي حتى الفخر، ها هو يا البنات كيجي فيه 3 كيلو الساك، فيه 3 كيلو 3 أورو 99، وكاين حتى السيكل الكبار البنات، هذا ما شاء الله راه فيه 10 كيلو، ديروا له 4 أورو 99. كم لات واحد الحاجه زوينه، وهي البنات هاد الشبيكه هادي، بحال دابا انا فين ما بغيت نشوي البنات في البلانش، فاش كنبغي ندير هاد الشوايه هادي ديما البنات كندير هادي من الفوق، فهمتوا؟ انا مقطعها على حساب العبار ديال الشوايه ديالي، فهمتوا البنات؟ يعني هادي ما كتلصقش، وابخي البنات كتبقى ليا الشوايه ديالي نقيه، كتبقى شي ابقي كنغسل غير هادي، كتغسليها وكتستعملها شحال يعني متعدد الاستعمال، يعني ماشي كتستعملها مره وترميها. زوينه البنات، فلوسها حلال، كتاخذيها وكتقطعيها على حساب الشوايه ديالك اختي انت، فهمتي؟ كتقطعيها وكتبقاي تستعملي هاد الشوايه ديالك. شوفي لي اختي الثمن ديالها، وما كتبقايش محنه بغسل غسل الشوايه، لا لصق فيها اللحم، لا لصق فيها الحوت، لا لصق فيها، فهمتي البنات؟ كتغسلي غير هادي وهانتي ناضيه. الثمن ديالها اختي اورو 17. شنو حاطين في اكسيو ديال طرار؟ حاطين لكم اختي الفوندوطا ديال نيفيا البنات، هذا راه داير واحد الضجه يا البنات ما شاء الله، داير ضجه كبيره يا الاخوات. هذا الفوندوطا كيبقى لا مارك ديال نيفيا، فيها البنات النمره واحد، وفيها اختي النمره جوج، وفي حتى النمره ثلاثه، النمره ثلاثه ما لقيتهاش يا البنات ما شاء الله، طارت يا البنات النمره ثلاثه. كيجي النمره واحد كتجي كليغه البنات بالنسبه للبيضات، الاخوات اللي بيضات بزاف كيديروا النمره هذا الكليغه، هذا اللي موين كيديروا النمره جوج،
جوج، والبنات اللي سمرات بزاف كيديروا النمره ثلاثه. عندك اللي سمرات مشي دير النمره واحد، البنات غادي يبقى يبان الوجه ديالك ديفيرون على العنق ديالك. عوض الفندق تما يعطيك واحد الجماليه كيصدق عاطيك صوره ما زوينهش، فهمتي اختي؟ كل واحد يدير على حسب اللون ديال الفوندوتان ديالو، باش الفوندوتان كيواتيك وكيعطيك واحد اللون زوين، فهمتي اختي؟ اما اللون الا ما واتكش راه والله اختي ما كيعطيكش، بالعكس عام كيخرج عليك، فهمتوا الاخوات؟ كل ياخذ على حسب اللون ديال البشره ديالو، كتبقى شي حاجه زوينه يا البنات. لا مارك ديال نيفيا 4.95 البنات، خذوه عرفتي راه شي حاجه زوينه يا الاخوات. حاطه لكم حتى هذا الماكياج هذا اللي ماشي بزاف البنات، راه كيبقى الجديد البنات، الجديد ديال اكسيون هذا اختي. تكون عندك شي مناسبه، الا كانت عندك مناسبه ديري اختي البري ولا خارجه ولا غادي للعشاء ولا تعشاي ولا معروضه ولا زوينه اختي، تكون عندك هذا الباليت هذه في الدار اختي. الصيف جاي، العراسات جايين، والله البنات الا الوينات زوينين راه في بلايص اخرين دايرين الثمن. هذا الباليت راه داير الثمن، وهنا في اكسيو اختي راه غير 4.59 البنات، 4.59. بطبيعه الحال اختي ما ننساش لكم الماسكارا العجيبه الغريبه اللي غادي ناخذها سالت ليا عرفتي البنات، شي حاجه واعره واعره، 3.99 البنات، 3.99 هانتوما الاخوات، 3 أورو. هذه اختي كتجي ديال البلاستيك، واخا كتحكي عينيك واخا ديري ما كدرعش وكتفرتت البنات، يعني ما كدرعش ليك، والشفار ما شاء الله اختي كطلعهم ليك للسما، يعني الشفار ديالك كتكبرهم ليك الاخوات، وثمنها ما غاليش. كتبقى اختي لا مارك ديال مايبيلين 3.99 اختي. والبنات جبتكم اختي الايمايس، ندير لكم واحد الجوله. بزاف د البنات قالوا لي واش عافاك اختي ديري لنا جوله في ايمايس، لقيت عندهم هذا الميكرون هذه باقا نقيه يا البنات، تشوفوا لي زوينه زوينه. شوفوا البنات عرفتي كدير لكم كل شيء، كطيب لكم حتى من طيب كطيبوا لكم الاخوات، شي حاجه زوينه يا البنات. ولا مارك ديال سامسونج عرفتي، راه كتلقاي عندهم حويجات واعرين كنقولها لكم ديما. عندهم حتى هذا الكونجيلاتور هذا البنات، كاين فران باقي علم زويناتو، دايروا له 50 اورو البنات. شوفوا باقي نقي اللي خاص اختي شي فران باقي نقي البنات، دايروا له 50 اورو. ها هو البنات عندهم فران، كاين حتى هذا الفران هذا ديال اللي كتدخليه في الكوزينه ديالك هذا كاتبين عليه فوندي تباع البنات، راه كتلقاو هنايا في ايمايس حويجات واعرين البنات، ثلاجات فران كلشي كلشي كتلقاوه بثمن رخيص. واحد السيده بحال شرات واحد شرات هذا الروبو هذا البنات، شوفوا هانتوما البنات ديال لا مارك 50 اورو. هذا اختي كي سا فونكسيون سلويلا بحال شراتو هو بحال غادي يخدموا لي البنات 50 اورو. هذا اختي 50 اورو البنات، هو قال لي غنشعلوا ليك شو البنات، قال لي غادي نشعلوا ليك الا كان مشارجي. شو ها هو البنات خدامني ان اي حاجه ما كيطلعوها البنات لهنا حتى كيشربوها. ها هو غيزيد البنات لا مارك ال جي البنات، شفتوا هانتوما راه اي حاجه شتي. ها هو بروغرام على 3 دقائق 38، شو البنات دار لي 50 اورو شي خدام البنات 50 اورو والله حتى ثمن زوين. شوف ها هو بدا، شو الاخوات هانتوما لا مارك ال جي البنات 5 اورو على الله شحال دايره البنات، شوفوا ليها شتو يعني اي حاجه حتى كيستيستيوها عاد كيطلعوها. البنات كتلقاوها في ايمايس، عندهم حتى هاد لاباري هادي ها انتم يا الاخوات اللي باغي يصايب هكا ميني بغرير ميني كخيب ميني شو البنات، ديري لها غير 5 اورو يا البنات شتو، كيدير لكم هادي ميني كخيب ميني بغرير ميني بطبوط على زوينه هي البنات 5 اورو. هكا اللي باغي ياخذ حويجات للوليدات والله القسم البنات الا عندهم حويجات زوينين، سريولات ديال الجين كتلقاو سريولات ديال لا مارك البنات. شوفوا لي الجين كي داير هانتوما البنات ديال كيابي، كيابي الاخوات الجين دير لهم اورو 50. شوفوا البنات شوفوا لي هاد الجين هذا كيجي ديال القطيفه، شوفوا البنات عرفتي باقي جديد الاخوات باقي جديد اورو 50. اللي باغي يكسي وليداتو البنات والله الا كاينين موديلات واعرين سريولات البنات ديال لا مارك جينات البنات، يعني كتقلبوا راه كاينين موديلات واعرين البنات. شوفوا لي هاد الجين هذا ديال البنيتات هانتوما الاخوات واعرين الاخوات اورو 50، يعني كاين ماشي غير الجين هذا، كاينين بزاف البنات ديال الموديلات. انا بغيتكم غير تاخذوا فكره، شوف هاد الجين هذا حتى هو شحال زوين، هذا ديال الوليدات واعر البنات، نقول لكم العمر هذا 4 سنين اورو 50 البنات، كاع هادشي اي حاجه بغيتيها اختي اورو 50. شوفوا الجينات ديال البنيتات هذا راه ديال الاخوات، هذا راه بنيته كبيره ولا اخت ما تكونش غليظه حيت هاد البلاصه ديال لي زونفو فهمتوا البنات، سريولات كلشي كلشي هادشي البنات اورو 50 سريولات. جبتكم الكراج الاخر هنا راه حاطين بيبان البنات حتى من الجليج عندهم الفايونس البنات، الفايونس اي حاجه سراجم كراسه البنات راه اي حاجه بغيتي اختي، بغيتي ديري حتى السبور
اي حاجه بغيتي اختي كتلقيها في اي مايس البنات. وهذا واحد النصيحه للاخوات بالنسبه للناس اللي كيهبطوا للبلاد هكا كتكون عندكم اختي ليسباس ولا هذو اختي راه تاخذوهم راه دايرين لهم غير اوروج الاورو 3 اورو وتهبطوهم لدار العجزه وعندكم الاجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بحال دابا هادو اللي عنده ليسباس البنات عرفتي هادو راه الناس ما لاقينهمش في البلاد هما في اي مايس هنا. شوف هذا حتى هو زوين على حساب الناس اللي ما كيقدروش يتمشاو اللي مهمتهم مريضه اللي الله يحسن العوان فهمتوا الاخوات خذوهم لها راه هما رخاص الا مشيتي تاخذيهم راه غاليين عرفتي راه غاليين البنات جداد. وهنا بحال دابا هذا ما يفوتش لك 3 اورو 5 اورو البنات شفتوا يعني. شوف كاين ثاني هادو من الناس اللي ما كيقدوش يتمشاو الله يحسن العوان راه ما شاء الله يا البنات كلشي كلشي اي حاجه كتلقايها في اي مايس هذا زوين. شوف البنات داكشي كلشي اي حاجه كتلقاوها حتى انت اختي الا بغيتي ديري الباكاج اختي في الطوموبيل ديالك هانتوما البنات اللي باغي يشارجي اختي الطوموبيل ديالو هانتوما البنات راه كلشي كلشي الاخوات هنا كاين في اي مايس ديال خصكم بشره اليوم اختي من اي مايس. ما تضحكوش عليا خديتو لولدي والله يا البنات الا عجبني. المشكله ما لقيتش ليه البريز راه خدامه البنات يعني كيتشارجا خدامه البنات يعني كيزيد. قول لي بشره باقي كيقرا خاصو البنات غير البريز باش يتشارجا. قال لي كتخوغو وانا نقول لي 3 اورو قال لي يلاه خذي 3 اورو يا البنات شوفوا لي وقولوا لي واش انا ما كنعرفش الميزات 3 اورو غنقلب ليه البنات على شارجور نشري ليه وها هو اختي خدام علم زويناتو. يلاه اختي قولوا لي بالصحه والراحه 3 اورو اختي الرخا والرباخه.